الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير حلم رؤية الأمة المتوفية في المنام للمتزوجة، فتابعونا وما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأت المرأة المتزوجة أمها المتوفية في منامها وكان وجهها جميل وبشوش، فهذا يدل على أنها تعيش في حالة من الحب والاستقرار في حياتها الزوجية، وأن زوجها يتقي الله ويعاملها معاملة حسنة. ما تفسير رؤية أمي المتوفية مريضة؟ رؤية الأم المتوفية في المنام وهي مريضة تدل على وجود مشكلة في العائلة، سواء كانت مشكلة مع الرائي وأسرته أو مع بعض أخوته، كما تدل على وجود مشكلة شخصية في حياة الرائي، مثل تراكم الديون عليه أو مشكلة مع صاحب العمل. رؤية الأم المتوفية وكانت مريضة في المنام الفتاة العزباء تدل على أنها تعاني من مشكلة عاطفية في حياتها. رؤية وفاة الأم في المنام وهي ما زالت حية وبحالة جيدة قد تبشر بطول عمر الأم ودوام الصحة عليها، وتشير تلك الرؤية أيضا إلى أن الرائي سوف يمر بأزمة في حياته، قد تكون مالية أو قد تدل على العداوات التي تؤرقه في حياته وتذهب عنه النوم، وتلك المشكلات قد تستمر لبعض الوقت، ولكن سوف يأتي الفرج بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. من يرى في منامه أن أمه المتوفية حزينة ومهمومة، فتلك الرؤية قد تدل على أن الأم عليها دين لم تقضه قبل موتها، وفي تلك الحالة تطلب من الرائي أن يسد عنها هذا الدين أو من ينوب عنه. إذا لم يكن على الأم دين فقد تكون في حاجة إلى الصدقة، فيجب على أهلها وأبنائها أن يتصدقوا عليها بالدعاء والتصدق بالأموال للفقراء. إذا كانت الأم تنادي على ابنها أو بنتها في الحلم وهي غاضبة، فهذا يدل على أن الرائي غير سوي في حياته، ويسبب المشكلات لمن حوله. ورؤيتها في المنام تنذر الرائي بالسير في الطريق المستقيم والابتعاد عن المشاكل. من يرى في منامه أن أمه المتوفية تقبله في المنام، فيدل ذلك على العناية الإلهية التي تحيط بصاحب الرؤية، وهذا بسبب دعوات والدته له. أما الأم المتوفية تقبله، فتلك الرؤية بشارة له بحدوث حدث سعيد في حياته بإذن الله عز وجل. إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أن أمها المتوفية تقبلها، فهذه الرؤية بشرى لها بقرب الحمل. إذا رأى الشخص في منامه أن أمه المتوفية تحتضنه، فهذا دليل على طول عمر الرائي، والله عز وجل أعلى وأعلم. تنسوناش يا أخوانا بلايك وشير، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا أيها الأحبة الكرام قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة، وأيضا لا تنسوا قراءة سورة الملك، عشان اللي بيقرأ سورة الملك كل يوم قبل النوم أو بعد صلاة العشاء لا يعذب بإذن الله عز وجل في قبره أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.